لمناقشة تطورات الملف الليبي معنا من اسطنبول الباحث السياسي الليبي الأستاذ مصطفى الساقزلي. مرحبا أستاذ مصطفى. الأمم المتحدة دعت لهدنة عاجلة في طرابلس، ما المانع منها؟ أستاذ مصطفى هل تسمعني؟ السلام عليكم. أستاذ مصطفى هل تسمعني؟ نعم، رجاء إعادة السؤال لو سمحت. أعيد عليكم السؤال بعد الترحيب أستاذ مصطفى. يعني الأمم المتحدة دعت إلى تهدئة عاجلة في ليبيا، هل هناك إمكانية لاستجابة باقي الأطراف لهذه التهدئة، هذه الهدنة، ما المانع منها؟ طبعا التهدئة والهدنة مطلوبة لأسباب إنسانية، فالنازحين في المنطقة بلغوا ما يقارب من 100,000 نازح. هناك الكثير من الأمور تعطلت كالمدارس وغيرها، فالهدنة مطلوبة، ولكن إعطاء هدنة لحفتر دون تراجعه من حيث أتى كما تطالب حكومة الوفاق قد يكون مفيد له في الجانب الحربي، لحشد مزيد من القوات والحصول على المزيد من الدعم. المغرب أكد أن الوضع في ليبيا تدهور بسبب التدخلات الخارجية، يعني كيف أثرت التدخلات الخارجية على الأزمة في ليبيا؟ للأسف التدخلات الخارجية بالدرجة الأولى، يعني التدخلات الدائمة لطرف حفتر هي التي أدت لإشعال الحرب. كان هناك اتفاق قبل هجوم حفتر على طرابلس للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول لاتفاق من خلال الأمم المتحدة في مؤتمر الجامع بغدامس، ولكن حفتر فاجأ الجميع بالهجوم على طرابلس، ولم يقم بهذه الخطوة إلا بعد أن تأكد أن لديه دعم إقليمي من بعض الدول زودته بالأسلحة وبالذخائر وبالغطاء السياسي كذلك. في الوقت ذاته المعارك مستمرة في طرابلس وهناك قصف على الزاوية، من الناحية الميدانية أستاذ مصطفى، يعني كيف تنظر إلى الأمور، إلى أين تتجه؟ حفتر إلى الآن منذ أن بدأ هجوم على طرابلس لأكثر من 60 يوم لم يحقق أي تقدمات، والخسائر في صفه كثيرة، فالمدافعون على طرابلس يعني حافظوا على أماكنهم ووضعهم جيد، فهم في الجانب الدفاعي خسائرهم أقل بكثير من الطرف المهاجم، فهو يحاول إنهاء المعركة بأسرع وقت، لأن كل ما استمرت المعركة خسائره يعني تزيد. والقصف الذي حدث للزاوية وكذلك لمطار معيتيقا المدني يعني جزء من تصعيده ويعني يأسه في الدخول إلى طرابلس. هذا الوضع الميداني الحالي فيه استنزاف كبير لحفتر، فالقوات الطرابلس الصامدة ولم يستطع التقدم منذ بدأ الهجوم على طرابلس. نعم، من اسطنبول الباحث السياسي الليبي السيد مصطفى الساقزلي، نشكرك شكرا جزيلا.